عادة بعد كل لقاء يختار كل واحد حسب ذوق رجل المباراة. في لقاء الترجي والأولمبي البيجي حبينا نعكس الصورة وناخذ الانطباعات قبل اللقاء، وكان السؤال أنا هو اللاعب اللي باش يكون رجل المباراة. عندي ثقة في اللاعب الشاب بتاعنا وليد ياسين. رجل اللقاء الترجي الرياضي يكون في 11 لاعب وخمسة لاعبين اللي فوق البنك. ثم ماهر الكنزاري في الترجي الرياضي، ثم المقراني في الأولمبي البيجي. ممكن ماهر الكنزاري ولا الحمراني. لازم تكون أنت اليوم رجل مقاضي. علاش لا؟ إن شاء الله إن شاء الله. حاجة تمرمى بيجي. شد برشا ماهيش كيلو اثنين ثلاثة. التشكيلة الباجية كانت اليوم معزة باللاعب الجزائري. فارس طريق لاعب جزائري شيني لويت افريل 1968 وكنلعب فريق وداد تلبسان. الأرقام تقول أن الأولمبي الباجي في البطولة عمره ما ربح الترجي في تونس، لكن بداية اللقاء كانت معاكسة وما مضاتش على بداية المباراة أكثر من دقيقتين حتى توصل للاعب مراد المالقي لافتتاح النتيجة بعد ما غالط الحارس شكري الواعر. وبقدر ما اعطاه الهدف ثقة في النفس الأولمبي الباجي وخلاه يلعب أكثر راحة، فإنه الترجي الرياضي على عكس منافسه اتسم لعبه بالتسرع، والسبب كان معروف وهو الوصول لمرمى جزمير وتعديل النتيجة. وبعد مضي 20 دقيقة كاملة يتوصل الحمروني لتعديل النتيجة بلمسة فيها برشا صنعة. هالهدف أدخل نوع من الارتباك على دفاع الضيوف، ورجعت في المقابل ماكينة الترجي الدور وتعدت معاها المحاولات الساحة للتسجيل، لكن تسرع مهاجمي الترجي داخل منطقة الجزاء من جهة وصمود الحارس هيكل جزمير في الذود على شباكه من جهة أخرى حال دون تسييم كل هالفرص اللي خلقها خط هجوم الترجي. وفي الوقت اللي كان فيه الجميع ينتظر تصفيرة الحكم محمود حسني اللي أدار بالمناسبة ثالث لقاء يجمع بين الفريقين، يراوغ المهاجم زياد تلمساني الجميع ويسجل الهدف الثاني فيه قلب كل الأوراق. الشوط الثاني كاد الأولمبي الباجي يكرر نفس سيناريو الشوط الأول، ومنذ البداية خلق خط هجومه فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة الأولى، لكن المرة هذه كان الحارس الواعر في الموعد. هالمحاولة رد عليها الترجي في مناسبتين، وفي كل مرة كان الحارس جزمير في الموعد وأنقذ شباكه من أهداف محقة للاعب زياد تلمساني. بعد هذا انخفض نسبيا مستوى اللعب مع السيطرة للأولمبي الباجي اللي استغل تراجع مردود الترجي ويثور التعب بدنيا، لكن زملاء الزواغي سقطوا في فخ اللعب الفرجوي أمام فريق كان يترصد في الفرصة لتسجيل هدف ثالث، وبالفعل كان له ما أراد بعد دخول المهاجم البدراوي اللي تحرك برشا ومكن فريقه من ضربة جزاء تولى تنفيذها بنفسه وحقق على إثرها الهدف الثالث. نفس هاللاعب أي محمد البدراوي كان بإمكانه تسجيل الهدف الرابع، لكنه أهدر فرصة سهلة وانتهى اللقاء لصالح الترجي 3 أهداف لهدف. لعبنا 3 مقابلات في ظرف 8 أيام، ثم إرهاق ثم تعب وكله مادة، لعبنا في نسق سريع من الكاف ومن مقابلة الملعب التونسي. المقابلة هذه الحمد لله عرفنا كيفاش نوقف في الملعب وعرفنا كيفاش نسيطروا على الملعب رغم قبولنا الهدف الأولاني. الحمد لله جاتنا فرص سجلنا منهم 3 وسجلنا نتيجة. مبادرة كانت بكري ياسر، سجلنا هدف الأولاني في دقيقتين لعب، وخرنا شوية التالي هذاك اللي أثر علينا برشا وقبلنا برشا لاعب في المنطقة نتاعنا.